Perotti. It's over everybody. Pellegrini. There's Benzema in round the back once again. Good block by big and strong when he's in possession. Edin Dzeko. That's a lovely ball inside the fullback. Off the bar. Another great chance. Cenk is under. Flicks the ball off the top of the bar. A flowing move from the Italians. For the goalkeeper. Here's Cendi's under again, showing his pace once more. Nice touch back by Dzeko. Flowing move once again. نقل الكرة الآن داخل منطقة الجزاء. الكرة حاضرة الآن والتسديدة. الله 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 في اللقطة الماضية. لكن ردة فعل ممتازة من حارس المرمى. وأحلى تسديدة أتت أيضا عن طريق اللاعب اليمنى. نقل الكرة الآن. المحاولات المستمرة فيها محاولة. لكن الكرة الماضية بجوار القائم وإلى خارج أرضية الملعب. إلى خارج أرضية الملعب. لاحظ الكرة الماضية وأيضا نقل الكرة الآن. مارسيلو يحاول داخل منطقة الجزاء. التسديدة. الله. ميرينجي 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 يسجل أول أهداف في هذا اللقاء. هو القائد. هو الظهير. هو المراوغ. فريق روما العاصمي هنا في إيطاليا. بينما يأتي مدريد وريال مدريد والملكي والفريق العاصمي أيضا الأسباني الحاضر في هذا اللقاء. قمة الأسبان والطليان في هذه أرضية في مكان داخل منطقة الجزاء. هل فيها تسديدة؟ لكن الله. الكرة الآن في الجهة اليمنى. العرضية حاضرة بالفعل في رأسية في مكان. لكن الكرة عادت إلى حارس المرمى. عادت الكرة إلى حارس العملاق. حارس العملاق حقيقة. وأيضا بيروتي الخطير راح يمر واحد على واحد. ما عنده مشاكل العرضية. لكن منطقة الجزاء هذه خطيرة لفريق ريال مدريد. ربما نشاهد العرضية. لكن الكرة الآن تعود. كارفاخال يحاول الآن. العرضية حاضرة. بنزيما الرأسية. لكن الكرة الماضية عدت وأيضا إلى خارج أرضية الملعب. إلى خارج. نتابع الآن. العرضية حاضرة. هل من رأسية في مكان. لكن الكرة الماضية استندت. عادت وإلى خارج أرضية الملعب. وهي لصالح فريق روما. هل يستغل هذه الكرة في مكان. الله. جول. يسجل الآن روما. التي كانت حاضرة. لكن لدي كرة الآن. والمحاولة هذه خطيرة. لكن الكرة الماضية بجوار القائم وإلى خارج أرضية الملعب. إلى خارج أرضية الملعب. الكرة كانت قائمة والفرصة كانت حاضرة. خطير يحاول فيها داخل منطقة الجزاء. التسديدة. لكن حارس المرمى. حارس المرمى يتألق. لا حاول في هذا المساء بأن يعني يقدم نفسه من خلال هذا اللقاء. لاحظ الكرة الماضية. فريق ريال مدريد. العرضية حاضرة. الرأسية. الله. كاسيميرو يسجل الآن الهدف. يسجل الهدف الثاني لصالح فريق مدريد. مدريد يتقاضر من جانب الفريقين. ونقل الكرة إلى الأمام. الله. جول. قول يا روما. يذبح يذبح يذبح. وده ما وده بالتعادل. وده بهدف. وده بهدف ثالث. لكن لاحظ النقلة مع فريق ريال مدريد. لكن لدينا الكرة الآن. هنا المحاولة فيها تسديدة قوية في اللقطة الماضية. الكرة إلى خارج أرضية الملعب. وخسر في ثلاثة. ومعظم المباريات التي كانت يعني المباريات الودية. وأيضا هل فيها تسديدة؟ لكن يلعبها إلى مودريتش. المحاولة فيها كرة في مكان. لا مارسيلو. المحاولة قائمة. لوكا مودريتش. المحاولة مستمرة. لكن الكرة بمشاركة اللاعب فينيسيوس. هنا المحاولة في مكان. التسديدة. لكن الكرة الماضية استدت عادت وإلى خارج أرضية الملعب. مع اللاعبين والحديث عما جرى في الشوط الأول. لاحظ الكرة الملعب. العرضية حاضرة الآن. محاولات الأولى حاضرة للمدريد. والكرة الآن جيكو. أدين جيكو الذي سجل هدف العودة لصالح فريق روما. الكرة الآن مستمر. هدفين مقابل هدفين في هذه المباراة الودية. نشاهد ونتابع الآن. الكرة الرأسية من ركلة ركنية. لكن الكرة
بعيدة وإلى خارج أرضية الملعب. هذا لدينا الكرة الآن والمحاولة في الجهة اليمنى، الكرة والعرضية لكن بعيدة تماما مع اللاعب إيدو. يلعبها بنزيما، نقلة إلى الأمام والمحاولة، لكن الكرة عابي، وأيضا اللاعب بوجبا، لكن ربما يكون الضحية، لاحظ الكرة الماضية، يعني ربما يكون الضحية حقق الليغا 2016 إلى غاية. هذه الأمسية، كرة الآن ملعوبة، نقلة إلى الأمام والمحاولة، لكن هناك صافرة الآن من قبل حكم اللقاء، اللاعب الخطير إندر، ولكن نشاهد البطاقة الصفراء الأولى الآن في هذا اللقاء، البطاقة الصفراء. نشاهد العرضية، يا السلام على المرور، هذه خطيرة، الكرة داخل منطقة الجزاء، لعبها، هذه خطيرة، هذه خطيرة، هذه خطيرة، لكن حارس في هذا اللقاء هنا محاولة التقدم فيها كرة الآن لصالح فريق روما، واجد في أرضية الملعب مع التغييرات الموجودة، لكن لدينا كرة والمحاولة، التسديدة قوية، لكن الكرة عدت. نحن نشاهد الآن من خلال هذه الفرق الحاضرة وأيضا التي تنافس من أجل الأسماء، من أجل الأسماء، لا الموجود هو البرج البوسني الحاضر في صفوف فريق روما. لاحظ الكرة الماضية لكن التراجع إلى الخلف مع فريق ريال مدريد. كرة الآن مستمرة، فيها تسديدة قوية، لكن القدم من الأمام، المحاولة مستمرة، العرضية حاضرة داخل منطقة الجزاء، لكن المحاولة راح يسيطر على الكرة فعلا، فيها محاولة، العرضية حاضرة، لكن الكرة توت هنا، المحاولة الآن، التسديدة، لكن الكرة مستمرة. لاحظ الكرة الماضية، الكرة الماضية كانت خطيرة للمرينجي، لكن الكرة أيضا الصورة للملك. لاحظنا التسديدة والمحاولة، لكن الكرة عدت وإلى خارج أرضية الملعب، يعني كرة مع جارث بيل. هل نشاهد العرضية حاضرة في مكان، لكن إبعاد للقطر مع فريق روما. هنا الكرة الآن، فينيسيوس يحاول فيها التسديد، كرة وبعد ذلك أيضا التسديدة، لكن يتألق حارس المرمى لصالح فريق روما. هل يستغل هذه الكرة، فيها محاولة، لكن استعجل في روجاني، كان قريب أيضا للانتقال لفريق تشيلسي، لكن لدينا كرة والمحاولة، التسديدة الماضية، لكن الكرة عدت وإلى خارج أرضية الملعب عن طريق اللاعب كرة.